رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقرتنا في كلام في الميديا، ومشرفنا دلوقتي في الاستوديو الدكتور احمد ثابت الصحفي والناقد الرياضي والمحلل الرياضي. مساء الخير عليك. مساء النور عليكي، واحب في البدايه طبعا احييكي على الحلقه اللي انت عاملاها في قناه الاهلي انت وكابتن سيد عبد الحفيظ، بالتاكيد اضافه يعني. ربنا يخليك، ميرسي جدا يا دكتور. دكتور ايه بقى؟ احمد ثابت. لا دكتور في ايه؟ عناية. عناية مركزه وباطنة. عناية مركزه. وايه بقى سر يعني الارتباط ما بين العناية المركزه والرياضه؟ قعد 7 سنين في طب عشان تشتغل في الرياضه؟ عادي، هوايه في الاول، هي هوايتي كره القدم، هوايتي بحب الكوره من صغري يعني، بحب الاهلي طبعا من صغري. جت فتره كده في سنه 6 ان حصل ان في تقديم في جورنان وكده، فقدمت عادي يعني بكتب وكان مقالات. عندك وقت؟ طبعا، بس هي صعبه ان انت ايوه اكيد صعبه تجمع جدا ما بين اصلا الاثنين، محتاج ضغط وستريس رهيب، سواء الطب والتعامل مع البيشنت والتعامل مع العينين في المستشفى ضغط رهيب، والاعلام والتعامل مع الميديا والتعامل مع الناس والتعامل وكتابة الصحف ضغط رهيب يعني، اكيد صعب، ولكن الحمد لله يعني الواحد اتعود بقى. اتعود يعني. كل التوفيق ليك ان شاء الله. خلينا بقى نتكلم عن لقاء النهارده، اللقاء الهام جدا للنادي الاهلي مع وفاق سطيف الجزائري في نص نهائي دوري ابطال افريقيا على ملعب السلام الساعه 9 مساء. شايف اللقاء ده هيكون عامل ازاي؟ بالتاكيد لقاء صعب يعني، نص النهائي في دوري ابطال افريقيا، ولكن ان شاء الله النادي الاهلي قادر يعني، قادر ان هو ان شاء الله ياخد البطوله ديت، خاصه كمان ان اغلب الفرق القويه سواء مازيمبي سواء الوداد خرجوا من البطوله اللي هي الاقوى او الاشرس. صحيح. او المنافسين الاقوياء، ولكن ان شاء الله النادي الاهلي قادر النهارده يعني. فريق وفاق سطيف لما نتكلم عليه ونبين للناس نقاط قوته ونقاط ضعفه، هيبان ان الفريق ان شاء الله النادي الاهلي ان شاء الله النهارده قادر ان هو يكسب باذن الله بنتيجه تكون مستريحه باذن الله، تريحنا في مباراه العوده يعني. نرجع بقى لورا كده كام يوم، والنادي الاهلي تعرض لعقوبات مفاجاه مش مفهومه، ولكن هل من وجهه نظرك ان العقوبات دي ممكن تاثر عليه سلبيا؟ بالتاكيد التاكيد بصراحه تاثر، اهم حاجه في العقوبات كلها وهي يعني حرمان الجماهير من الحضور. يعني النهارده الجماهير العموميه طبعا اكيد هتبقى ليها صوت، ولكن طبعا جمهور النادي الاهلي حاجه تانية يعني طبعاً. حاجه تانية بيأثر هو الروح، احنا شفنا حتى المباراه اللي فاتت قدام حريه الغيني لما رجعوا، لا فرقوا بشكل كبير جدا، بيدوا حماس، بيدوا في المباريات دي بالذات مباراه افريقيا اللي هي مباراه النوك اوت الذهاب والاياب. بتحتاج للجمهور بتاع النادي الاهلي، بتحتاج ان الاستاد يكون ممتلئ. مش لاعضاء النادي، انا عضو في النادي الاهلي، بس انا ما اقدرش اعمل اي حاجه من اللي بيعملوها جمهور النادي الاهلي طبعا، استحاله يعني طبعا. ولكن ده يعني البطوله دي تحديدا لو النادي الاهلي اخذها واخذ الدوري كمان، اعتقد ان السنه دي واحد من اصعب المواسم اللي مرت على تاريخ الاهلي في كل حاجه. كل حاجه من الاعلام، من حرب ضد النادي الاهلي، كل حاجه. فالبطوله دي تحديدا لو اتاخدت اعتقد ان النادي الاهلي بيثبت بالبطوله ان فعلا الاهلي فوق الجميع. صحيح. طيب شفتش العقوبه اللي تعرض ليها شريف اكرامي ازاي؟ عقوبه غريبه جدا يعني، انا عمري ما سمعت عنها قبل كده، دي هي فجأة ما عدتش عليا قبل كده. فجأة اولا احنا امبارح قاعدين عادي وليله المباراه تسمع فجأة عقوبه شريف اكرامي، مش المفروض دي كانت تطلع مثلا بعد اللقاء على طول؟ عشان بس نفهم الناس، هي كانت في الذهاب بتاع ماتش حريه يعني. هي المفروض لو اللاعب عمل مخالفه في مباراه الذهاب يتوقف في المباراه اللي بعديها اللي هي الاياب، مش تيجي قبل مباراه نص النهائي، قبل الذهاب بتاع نص النهائي وتطلع قبل ليله المباراه ايقافه. طب ازاي يعني؟ هو ايه اصلا، ايه هي العقوبه؟ حتى شريف اكرامي هو مستغرب نفسه، هو مستغرب. انا كان منزل تويتر بيقول على اللي انت منزلاها يعني، هو مستغرب، هو بيقول انا ما عملتش حاجه ولا حصل حاجه. أيوة. فاحنا يعني تويتر هي معانا على التويتر، فهو مستغرب يعني، حتى عقوبه غريبه جدا. فواضح يعني، مش هنقول احنا ممكن نقول حرب ضد النادي الاهلي من كل الاجواء، سواء محليه سواء يعني، في حرب فعلا ضد النادي الاهلي. فالبطوله دي النادي الاهلي لو اخذها اعتقد النادي الاهلي بيثبت ان النادي الاهلي فوق الجميع. طيب شايف بقى، اتكلمنا طبعا عن غياب الجماهير النهارده وان ده اكيد هيكون مش في صالح النادي الاهلي، شايف ده هيأثر بنسبه قد ايه؟ والله هو لو النادي الاهلي في خلال اول ثلث ساعه قدر يجيب جون مبكر اعتقد ممكن ما تأثرش يعني. طبعا هو جمهور مهم جدا، ولكن لو جبنا جون بدري النهارده تفتح هتفتح معاك بقى، ممكن تكسب 3 كمان لو جبت جون بدري، لكن لو الهدف اتأخر بتحتاج الجماهير قوي يعني. انت بعد نص ساعه لو ما سجلتش، بعد الشوط الاول لو ما سجلتش محتاج محتاج جدا الجمهور لو ما سجلتش، لكن لو سجلت هيبقى ان شاء الله تعدي على خير باذن الله. طيب كان من وجهه نظرك الافضل للنادي الاهلي ان هو يلعب على ملعب السلام اللي هتقام عليه النهارده المباراه ان شاء الله الساعه 9 مساء، ولا كان الافضل انه يلعب على ملعب برج العرب؟ هو لو كان في جمهور كان ماشي. الاحسن اكيد السلام. لكن لو ما فيش جمهور كان في برج العرب طبعا. ليه؟ احنا لما نتكلم دلوقتي على فوق سطيف، فريق دفاعي بيلعب دفاع متكتل، ال10 لاعبين ورا الكوره بيضيقوا المساحات، الثلاث خطوط متقاربه، فانت محتاج توسع
الملعب وعرض الملعب عشان تقدر تخترق من الاطراف وتعمل عرضيات. افضل طبعا لو هتلعب لو مفيش جمهور او جمهور الجمعيه العموميه بس مثلا كان يبقى برج العرب طبعا افضل، لكن لو في جمهور يبقى السلام طبعا. صحيح. طيب رايك بقى ايه هيكون مفتاح اللعب النهارده في النادي الاهلي؟ هم اتنين يعني، انا وجهه نظري وليد ازارو، خاصه كمان بعد النهارده الحاله المعنويه اللي بيمر بيها بعد انضمام منتخب المغرب. طبعا طبعا. وعلي معلول. ليه؟ يعني علي معلول مهم قوي النهارده يكون في حالته، مهم جدا. ليه؟ هما لما نتكلم على فريق وفاق سطيف الاول نقاط قوته ايه يعني تحديدا كده؟ اول حاجه لو اتكلمنا على وفاق سطيف مدربهم رشيد الطوسي بيعتمد على ايه؟ مرتدات. المرتدات، وفي الفريق بيتكتل ككتله واحده في الدفاع. صحيح. هو قوتهم ظهرت في الماتشين الاخر في الوداد تحديدا، لان مش في دور المجموعات، في دور المجموعات كل مباراه لعبوها استقبلوا فيها هدف. لكن المباراه الاخيره بتاعه الوداد، المباراتين الاخيرتين، بان ان هم لا منظمين، في شغل مدرب واضح لرشيد الطوسي، منظمين بشكل جيد، الخطوط الثلاثه متقاربه من بعض جدا، العشر لعيبه في نص ملعبهم مقفلين صح، ولكن برضو ما نقدرش نقول ان الدفاع ده برضو يرعب. ليه؟ لان الوداد راح ب 28 محاوله على المرمى، لما فريق قدامك يروح ب 28 محاوله على المرمى ده دليل برضو ان انت ما قفلتش قوي. في حاله عدم توفيق لجيوبور مهاجم الوداد، ضيع فرص ما تضيعش، فاذا برضو ولكن يظل دي رقم واحد في نقاط القوه من وجهه نظري، ان هم بيتكتلوا دفاع منطقه بشكل كويس جدا. النقطه الثانيه احنا اتكلمنا على الدفاع، النقطه الثانيه في نقاط قوتهم اللامركزيه اللي بيعملوها قدام. صحيح. سواء عبد المؤمن جابه او غشه او الحبيب بكلمونه اللي هو المهاجم، غشه ده اللي هو حسام الدين غشه، الثلاثه اللي قدام دول في لا مركزيه. يعني ايه لا مركزيه؟ يعني على الورق عبد المؤمن جابه ده بيلعب جناح يمين، فجاه تلاقيه تحول كجناح شمال، فجاه تلاقيه دخل جوه العمق في ال 18 تحول لراس حربه، برده حسام الدين غشه الناحيه الثانيه بيبقى في تبادل خاصه في الهجمه المرتده، تبادل الادوار، تلاقي اللعيب ده راح ناحيه اليمين وهكذا، فاللا مركزيه ديت بتعمل مشكله او ازعاج لاي خط دفاع. النقطة الثالثة برضو عندهم وهي الأطراف، وهم فريق الأطراف يعني الكرات العرضية، أنا بسميه فريق الكرات العرضية، فريق وفاق سطيف. بمعنى إيه؟ النهاردة هنشوف هم بيحضروا الهجمة إزاي، قلبين الدفاع. لو إحنا حتى عرضنا التشكيل على الشاشة، هو التشكيل معانا، لو عرضنا التشكيل هنلاقي قلبين الدفاع بيعملوا تمرير طولي للظهير الأيمن اللي هو بيبقى منطلق، بيتلعب له تمرير طولي بيعمل العرضية. سواء بقى سواء الباك اليمين أو الباك الشمال، برضو الباك الشمال بنفس الشكل بتتلعب له تمرير طولي للباك الشمال بيعمل عرضية لعبد المؤمن جابه. تشكيل معانا اهو. احنا لو عرضنا التشكيل هم بيلعبوا ب 4-3-2-1. طبعا في حراسة المرمى مصطفى زغبة اللي هو الحارس اللي عمل 11 إنقاذ في ماتش الوداد. الاثنين اللي قدام قلبين الدفاع عبد القادر بدران وربيعي. باك يمين رضواني وباك شمال فرحاني. قدامهم ثلاثة ارتكاز، الياس سيدهم ده اللي هو زي حسام عاشور كده عندنا، وسمير عيبوت ده بيشتغل كبلاي ميكر تاني، صانع العاب تاني في وسط الملعب مع عبد المؤمن جابه، ورقم 20 اللي هو اسلا، اسلا ده لعيب سنغالي عنده 20 سنة. الثلاثة اللي قدام عبد المؤمن جابه وحسام الدين غشة والحبيب بكلمونة، يمكن لو عملنا نقط كده على أخطر اللعيبة عندهم، رقم واحد عبد المؤمن جابه ده لعيب مميز جدا وكان ملقب بميسي عندهم الكرة الجزائرية، هو بيمر بحالة مميزة زي ما وليد سليمان بيمر بحالة مميزة ونجم الشهر عندنا في النادي الأهلي، هم عندهم عبد المؤمن جابه. صحيح. النقطة التانية عندهم حسام الدين غشة ده لعيب مميز جدا جدا، برضو الباك الشمال رغم المشاكل الدفاعية اللي هنتكلم عليها إلا إن هو برضو مميز وبيعمل عرضيات كتير جدا. في بقى بعض المقارنات عشان نبين. انت عامل المقارنات كتير، بس خلينا اول نبتدي مع الارقام اللي انت عاملها لعلي معلول. تمام. وفي الموسم اللي فات، مقارنه بين الموسم اللي فات والموسم الحالي. تمام. لعب 11 مباراه، احرز هدفين، صنع 3 اهداف، صنع 11 فرصه لزمايله، وعدد عرضياته 59 عرضيه، دقه عرضياته 17%، وحصل على اخطاء او حصل على فاولات، يعني 12 فاول. ده في الموسم الماضي. بالنسبه بقى للموسم الحالي فهو لعب 8 مباريات، احرز هدف واحد، صنع 5 اهداف، صنع 18 فرصه لزمايله، عدد العرضيات 61 ودقه عرضياته 36%، افضل من السنه اللي فاتت بكتير، وكمان حصل على بس الاخطاء. عايز ابين للناس ايه الفرق ما بين علي معلول السنه اللي فاتت والسنه دي في دوري ابطال افريقيا. السنه دي هو لعب 8 ماتشات بس. صحيح. السنه اللي فاتت لعب 11 ماتش، فانت بتقارن فرق 3 ماتشات. السنه اللي فاتت في ال 11 ماتش اللي لعبهم مع كابتن حسام البدري عامل كام عرضيه؟ 59 عرضيه. 59. السنه دي لعب 8، عامل كام عرضيه؟ 61. عامل 61 في 8 ماتشات. صحيح. فده ياكد ان علي معلول ايه؟ هو يتحسن. مفتاح لعب، مفتاح. صحيح. لعب الاهلي مع كارتيرون. صحيح. هو الراجل بيديك 61 عرضيه في 8 ماتشات، عامل منهم 5 اسيست و18 فرصه،
السنه اللي فاتت صنع 11 بس في 11 ماتش. صحيح. فده بياكد ان الراجل ده اخطر مفتاح لعب للنادي الاهلي هو علي معلول. هم عندهم الناحيه ديت فيها مشاكل اللي هي الجبهه اليمين الاطراف، عندهم مشكله ورا الظاهرين مساحات كتير. يقدر علي معلول النهارده، انت حضرتك سالتني على علي معلول مفتاح اللعب النهارده، علي معلول وازارو تحديدا. علي معلول لو في حالته ويقدر ان هو ينطلق للقدام ويجري في المساحات اللي ورا الباك يمين، اعتقد ان علي معلول يقدر ان هو يصنع الفارق للنادي الاهلي. نروح كمان لوليد ازارو والمقارنه برضو اللي انت عاملها ل 2016 2017 و 2017 2018. وليد ازارو لعب 6 مباريات، احرز 4 اهداف، صنع هدف واحد، صنع 6 فرص لزمايله، فاز بالتحامات ثنائيه 23 مره، عدد محاولات على المرمى 14 محاولة، دقة محاولاته على المرمى 50%، وإهدار فرص محققة 5 فرص محققة، حصل على الأخطاء 5 مرات أو الفاولات. لكن بالنسبة ل 2017-2018 فهو لعب 8 مباريات، أحرز 6 أهداف، صنع هدفين، صنع 10 فرص لزمايله، فاز بالتحامات ثنائية 40 مرة، عدد محاولاته على المرمى هم 26، ودقة محاولاته 42%، هي اهدار للفرص المحققه 4 مرات، وحصل على اخطاء 13 مره. تمام. الارقام دي بتبين ايه بقى؟ ازارو طبعا النهارده في حاله معنويه بعد انضمامه لمنتخب المغرب. ولو صحيح. ان المره الوحيده اللي كنت اتمنى ازارو ما يروحش فيها المنتخب هي المره دي. ليه؟ لان النادي الاهلي عنده مباراه الداخليه في الايقاف، فكنا محتاجين ازارو، فالمره الوحيده اللي كنا محتاجين فيها ازارو رينارد اخذ المنتخب. صحيح. دي حاجه. النقطه الثانيه التطور، كان السنه اللي فاتت الناس بتتكلم ان ازارو بيضيع فرص كتير بيروح على الجون كتير، فالسنه اللي فاتت هو مضيع 5 فرص او 5 انفرادات في 6 ماتشات. صحيح. السنه دي هو لاعب 8 مسجل 6 وعامل 2 اسيست ومضيع 4 انفرادات بس، فطبعا نسبة اقل. صحيح. السنه اللي فاتت كان بيضيع ماتش كل انفراد، المره دي نص، فالنسبه واضح ان ازارو في تطور. في برضو معلومه مهمه جدا لوليد ازارو. ايه هي؟ النهارده ازارو لو جاب هدف هيبقى جايب في نص نهائي دوري ابطال افريقيا 4 اهداف، هيتساوى مع كابتن محمود الخطيب الهداف التاريخي للاهلي في نص نهائي دوري ابطال افريقيا. فكابتن محمود الخطيب جايب 4 تجوان في مباريات نص النهائي. صحيح. اللي هي المباريات نص النهائي طبعا مباريات بتبقى صعبه، فده دليل ان هو لعيب حاسم طبعا. لعيب مهم، جاب 4 اهداف، النهارده ازارو عنده 3، لو جاب جون سواء المباراه دي او المباراه دي هيتساوى مع كابتن محمود الخطيب، وازارو برده لسه قدامه الفرصه ان هو ربما يكون الهداف التاريخي لمباريات نص النهائي للنادي الاهلي. صحيح. طيب انت عامل كمان برده مقارنات ما بين بقى لعيبه النادي الاهلي ولعيبه وفاق سطيف، خلينا نبتدي مع محمد الشناوي ومصطفى زغبه. تمام. طبعا هو قلنا نقاط القوه عندهم هم اثنين، ابرز اثنين لعيبه اللي هو الجناح عبد المؤمن جابه والحارس المرمى مصطفى زغبه. مصطفى زغبه ده رغم ان هو كان متالق بس انا بصراحه مش شايفه قوي من نقاط القوه عنده. يعني هو بحالات، ساعات تلاقيه فوق قوي زي الماتش اللي فات، وساعات تلاقيه واقع. صح. في العرضيات بس ده حال اغلب الحراس. بس لا، بس في حراس بيبقى ثابت. انت عندك الشناوي في الاهلي يعني في طول الموسم ما غلطش غير ماتش واحد. الحراس الكبيره دايما بيبقى عندهم ثبات، مانويل نوير، بوفون، الحراس الكبيره بيبقى دايما عندهم ثبات في المستوى. لو قارنا مصطفى زغبه بالشناوي من بدايه من دور المجموعات لغايه نص النهائي عشان الناس تكون فاهمه، الشناوي لعب 8 ماتشات، زغبه ده لعب 7، شباكه نظيفه يعني حافظ على نظافه شباكه كام مره. الشناوي 6 مرات من 8، لكن مصطفى زغبه مره واحده بس من 7. من 7 لقاءات. تمام. مرتين من 7 مش مره، مرتين. استقبل اهداف كام؟ استقبل اهداف كام مره الشناوي؟ 5 اهداف. 5 اهداف بينما استقبل مصطفى زغبه 10 اهداف. تصديات للتسديدات 15 تصدي لمحمد الشناوي في 8 لقاءات، لكن بالنسبه للتصديات للتسديدات بالنسبه لمصطفى زغبه 31 وده تصدي. ده ياكد ان مش معنى كده ان الحارس ده احسن من ده، لا. وفاق سطيف الفرق اللي قدامهم بتروح على الجون اكتر. النادي الاهلي الفرق ما بتروحش على الجون كتير زي فاق سطيف، فعشان كده ده بيتعرض للتسديدات اكتر. طب نسبه نجاحه ده بيرجع لخط الدفاع في الاخر طبعا. وبيرجع ان دي النادي الاهلي، النادي الاهلي فرقته، انت النهارده الفرقه هتنزل خايفه منك، بتدافع في نص ملعبها حقيقي. اغلب الفرق كده قدام النادي الاهلي، لكن لما بيلعبوا فوق سطيف بيهاجموهم. نسبه نجاح في التصدي للتسديدات 75% لمحمد الشناوي، 78% لمصطفى زغبه، ودقه تمريراته 44% محمد الشناوي، 41% مصطفى زغبه، وطول القامه هنا 191 سم، ومصطفى زغبه 190 سم، متقارب الطول. طبعا ده من يمكن دي ابرز نقاط القوه للحارس بصراحه. هو يعني نقاط قوه ليه؟ لان هو في الماتش الاخير في الوداد كان عامل 11 انقاذ، هو سر صعودهم.
صحيح. فقدام الوداد لما حارس يعمل 11 انقاذ، لا حارس مميز يعني، رغم ان هو في الفصل اللي قبل كده ما كانش مميز، ولكن في مباراه الوداد بصراحه كان مميز. هل هو مميز اكتر في الكرات الارضيه ولا الكرات العاليه؟ لا في التسديدات، في التسديدات، لكن في الكرات العرضيه لا ضعيف يعني. النهارده النادي الاهلي لو اعتمد على الاطراف في المساحات اللي ورا الظهيرين وعرضيات، عشان كده قلت لحضرتك معلول واحمد فتحي دورهم مهم جدا جدا النهارده بالعرضيات، ووليد ازارو ان شاء الله لو كان في حالته دور وليد ازارو النهارده هيكون مهم جدا. مهم جدا ان شاء الله، هو اللي هيكسب النادي الاهلي النهارده ان شاء الله. طيب نروح بقى كمان لوليد سليمان وعبد المؤمن جابو. انت اتكلمت ان عبد المؤمن جابو ده من مفاتيح فريق وفاق سطيف الجزائري، ده كان محترف في سويسرا، الراجل ده كان محترف في سويسرا وفي النصر السعودي، عنده 31 سنه، والناحيه الثانيه وليد سليمان عنده 33. صحيح. بنقارن عنصر الخبره هنا وهنا، واللاعب الامر يعني وليد سليمان لاعب الشهر في النادي الاهلي، احسن لاعب في الشهر صحيح. الاخير صحيح. واحسن لاعب في وفاق سطيف هو عبد المؤمن جابو. هو على فكره اللي جاب الهدفين في مرمى العين الاماراتي في البطوله العربيه. فلاعب مميز، ده الابرز هنا والابرز هنا. طيب. طبعا بالنسبه بقى للاعب اساسي، وليد سليمان لاعب 7 مباريات اساسي، عبد المؤمن جابو لاعب 6 مباريات. احراز للاهداف، احرز وليد سليمان هدف ولم يحرز عبد المؤمن جابو اي اهداف. صنع اهداف مؤمن سليمان صنع هدفين، مؤمن عبد المؤمن جابو ووليد سليمان، وليد سليمان صنع هدفين، لكن عبد المؤمن جابو صنع هدف واحد بس. بالنسبه للفرص، 9 اهداف لوليد سليمان و8 لعبد المؤمن جابو. محاولات على المرمى، 10 محاولات لوليد سليمان و9 لمؤمن جابو. مراوغات ناجحه، 3 مراوغات ناجحه لوليد سليمان، 7 مراوغات ناجحه لعبد المؤمن جابو. نسبه تفوزه بالالتحامات الثنائيه 53% لوليد سليمان، 41% لعبد المؤمن جابو، و16 عرضيه ل 17 عرضيه بالنسبه لعبد المؤمن جابو. وبالنسبه للتدخلات الدفاعيه، 9 لوليد سليمان، 4 لعبد المؤمن جابو. تمام. طبعا المقارنه بتبان ان الاثنين مفتاح لعبه، ولكن طبعا وليد سليمان افضل في احراز الاهداف، في صناعه الاهداف، في الدور الدفاعي. صحيح. افضل، ولكن هو من ناحيه المراوغه والحل الفردي في واحد على واحد عبد المؤمن جابو احرف شويه من وليد، ولكن وليد مؤثر اكتر، صناعه الاهداف اكتر، منتج اكتر، فعاليه على المرمى، والدور الدفاعي مهم قوي. فده وليد طبعا الاثنين مفتاح لعبه. فتشوف ان وليد سليمان هنا بيتفوق على عبد المؤمن جابو في المقارنه دي. طبعا وهو بيتفوق في كل حاجه باستثناء المراوغات الناجحه. تمام. اوكي. طيب خلينا نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل معاك بقى المقارنات والاحصائيات الكتيره اللي انت اجتهدت فيها النهارده وعملتها لنا قبل ما تيجي دي، لكن بعد الفاصل. سريعا لسه مكملين مع دكتور احمد ثابت الناقد الرياضي والمحلل الرياضي والصحفي الرياضي برضو والدكتور. طيب خلينا نرجع مره ثانيه للقاء النادي الاهلي وفاق سطيف. كنا بنتكلم على وفاق سطيف، وكنا كمان بنستعرض معاك الاحصائيات اللي انت كنت عاملها عن لعيبه وفاق سطيف ومقارنتهم بلعيبه النادي الاهلي. خليني اسالك دلوقتي عن نقط الضعف فريق وفاق سطيف من وجهه نظرك. في نقاط ضعف كتير جدا يعني، هم فريق مميز بحته التكتيك الدفاعي زي ما اتكلمنا، والدفاع المنطقه، ولكن مش يعني الوداد السنه اللي فاتت كان اقوى يعني، كانوا برضو مع العموطه، حسين عموطه مدربهم كان بيعملوا كده، ولكن كانوا اشرس على الناحيه الهجوميه، كان عندهم اسماعيل الحداد، محمد اوناج، جيوبور، اطارك، كذا حد كان مميز عندهم في الوداد، ولكن السنه دي لا، الوفاق سطيف اقل شويه من الوداد طبعا، خاصه على المستوى الهجومي. رقم واحد في نقاط الضعف من وجهه نظري عندهم بطء في الارتداد من الحاله الهجوميه للحاله الدفاعيه. بمعنى ايه؟ ناخد بالنا قوي من اي ضربه ركنيه ليهم، اي ضربه ركنيه ليهم اديهم بس ضربه ركنيه وشوف هم بيرجعوا ازاي، خاصه بعد الدقيقه 75 في اخر ربع ساعه. لو عرضنا الفيديوهات بتاعت نقاط الضعف هتلاقي الهدفين اللي في الدوري الجزائري اخر هدفين دخلت شباكهم فيه، هتلاقي ان الهجمه كانت معاهم اصلا او ضربه ركنيه ليهم وما بيرجعوش، بطاء، تحس ان هم كسله كده ما بيرجعوش، عندهم بطء بدني وتراجع بدني رهيب في العوده من الحاله الهجوميه للحاله الدفاعيه. دي اول حاجه، يا ريت بس دي اول حاجه. بص يا حضرتك اهي، دي اول حاجه، هتلاقي اصلا الهجمه كانت معاهم وارتدت لهجمه مرتده، ده برضو هي الهجمه كانت معاهم وارتدت لهجمه مرتده عليهم، ده اخر هدفين جايين، فواضح. بص يا حضرتك هم ما بيرجعوش اصلا يعني، العوده بتاعتهم بطيئه جدا، فالفريق بص هدف اهو
دخل الجون، ما تفهمش دخل الجون ازاي بس دخل الجون. هو جابها في نفسه تقريبا. يعني لو رجعنا نلاقي هو جون غريب جدا، بس ده نتيجه البطء، وان هو عندهم النقطه الثانيه عندهم تراجع بدني من بعد الدقيقه 75، اخر ربع ساعه دايما عندهم تراجع بدني. لو رجعنا الهدف ده تحديدا، بصي اهو ده كان في الدقيقه 75 تحديدا، بص ما بيرجعوش، عندهم تراجع بدني وبعد الدقيقه 75 بيقعوا. هو اللعيب جابها في نفسه، فدليل ان هو اصلا مش مركز وبدنيا وقع. فده واضح، دي واحده من اهم بيجيلهم انهيار بدني. انهيار بدني بعد الدقيقه 75 تفرق جامد جدا. البدنيا ان النادي الاهلي اعلى، الارتداد عندهم لما الكره بتبقى معاهم في ضربه ركنيه قدام نقدر ان احنا نستغله. عشان كده قلت لحضرتك ازارو والسرعه اللي عنده والشراسه اللي عنده قدام تفرق جامد، مفتاح اللعب النهارده طبعا ازارو قدام وسرعات موجوده قدام. لو قدرنا نستغل التمرير الطولي لازارو في المساحات اللي عندهم في ظهر المدافعين او في ظهر الباك اليمين او الباك ليفت هتفرق جامد جدا. ممكن الاهلي النهارده يلعب براسين حربه، صلاح محسن وازارو؟ اعتقد لا، يعني اعتقد على فكره كارتيرون يعني لا 4-2-3-1 اللي هيبدا بيها اللي هي العاديه، وليد سليمان بلاي ميكر تحت وليد ازارو، والاطراف بقى سواء اسلام محارب وحمودي على الجنبين. والشوط الثاني لو لا قدر الله زنقت شويه والنتيجه مثلا 1-0 او لسه 0-0 هتلاقيه طبعا دفع بصلاح محسن التغييره المعتاده بتاعته ويحولها ل 4-4-2. يعني دي ممكن نستخدمها في الشوط الثاني. طيب بالاضافه للجانب البدني اللي انت شايف ان هو من اكبر نقاط الضعف لفريق عندهم مشاكل دفاعيه كتير. فريق بيستقبل هدف في الست ماتشات بتاعه دور المجموعات كل مباراه بهدف، مفيش مباراه خرجت زيرو، هم يعني شباكهم نظيفه، كل مباراه لازم يستقبلوا فيها اهداف. وفي حاجه كمان ان دفاعهم دليل ان هو عشوائي او عندهم ثغرات كتير جدا، بيرتكبوا ضربات جزاء كتير جدا. صحيح. في مباراه مازيمبي ارتكبوا 3 ضربات جزاء بس في ماتش واحد. فده بيرتكبوا ضربات جزاء كتير يعني. برضو في عندهم مساحات ورا الظاهرين، مساحات كتير يقدر معلول واحمد فتحي. دايما بشوف في افريقيا اللي بيميز النادي الاهلي يعني على اي فرقه الباكين احمد فتحي وعلي معلول، بسم الله ما شاء الله، اكيد بيميزوا اي فرقه للاهلي عن افريقيا ان انت عندك باكين مميزين على المستوى الهجومي والمستوى الدفاعي، سواء احمد فتحي ومعلول. هم ما عندهمش كده، هم عندهم الباكين مميزين على المستوى الهجومي ولكن على المستوى الدفاعي بيعانوا جدا. طبعا وليد ازارو برضو من الحاجات اللي بتميز النادي الاهلي عن اي فريق تاني. برضو زي ما اتكلمنا ان هم دفاعهم بيتكتل ورا، الا ان هو لو احنا قلنا برضو دفاع متكتل وكل حاجه وبيقفلوا المساحات، ولكن رغم ان هو دفاع متكتل الوداد في ماتشهم عمل كام في مباراه الاياب؟ 28 محاوله، فرقم كبير جدا ان الفرقه يعني اي كره منهم 11 ما بين الثلاث خشبات. فده رقم كبير اما تبقى 28 محاوله، يعني اي كره بس كان المهاجم جيوبور ده جات له كور جوه السته، يعني جوه السته ده لو كان في حالته او مش في حالته يعني اي واحد يعني صغير كان جابها. هو دليل ان جيوبور كان بعيد كمان عن مستوى مهاجم الوداد، فده دليل رغم ان هم دفاعيا منظمين ولكن بيعانوا خاصه على مستوى الاطراف. هنا هنحتاج النهارده ان انت توسع عرض الملعب وتعمل بينيات لاحمد فتحي، سواء تمرير طولي لاحمد فتحي او علي معلول، والعرضيات بتاعتهم هتفرق جامد جدا، لان صحيح. الفريق ده بيعاني على عندهم مشاكل برضو من ابرز العيوب وهي مشكله الكرات العرضيه. 5 اهداف لو عرضنا الصور بتاعت اللي هي الكرات العرضيه هنلاقي ان هم داخل فيهم 5 اهداف من 7 من كرات عرضية في دور المجموعات، فده بيأكد ان الفريق ده عنده مشكلة في التمركز في الضربات. صحيح. في الكرات العرضية. صحيح. سواء بقى ضربة ركنية سواء ضربة ثابتة عندهم مشكلة في التمركز فيه. ان شاء الله النهاردة يقدر يستغلها مين؟ سليف كولوبالي. سليف كولوبالي واحد اللي هو 193 اهو، دي كل الصور ديت اهداف فعلا دخلت شباك وفوق ستيف في دور المجموعات. ده مثلا مباراة مازيمبي المباراة اللي انتهت 4-1 ده في المشوار بتاعه 4-1. فده بيأكد ان الفريق ده عنده مشاكل في العرضيات. النهارده نقدر نستغل سليف كولوبالي يقدر يخلص لك مباراه زي دي. مميز قوي هو بألعاب الهواء في الضربات الركنيه اللي علي معلول بيلعبها له، ان شاء الله يعني تيجي جون النهارده. برده ده هدف ثاني اهو، كره عرضيه برده هدف جه في شباكه. نفس الكلام برده، هي عندهم مشكله واضحه في الكرات العرضيه. صحيح. ده لو عرضنا بقى الصور، ده هدف برضه في ضربه ركنيه اللي بقول لحضرتك عليه النهارده سليف كولوبالي، مهم قوي ان معلول لو رفعها على راس كولوبالي هتفرق جامد جدا. عندهم مشكله كبيره جدا في التمركز في الكرات العرضيه. كمل. في صوره رابعه، دي اخر صوره معانا.
صورة. تمام. هم 5 اهداف، 5 اهداف دخلت شباكهم من كرات عرضيه، فده بياكد النهارده ان شاء الله ان الكرات العرضيه هتكون مفتاح فوز الاهلي باذن الله. طيب لو اتكلمنا عن مشواره فوق ستيف بره بقى ارضه، هنشوف مباراه مازيمبي انتهت 4-1 لصالح مازيمبي، كمان الدفاع الحسني الجديدي تعادلوا 1-1، ونادي مولوديه الجزائر فاز وفاق سطيف على مولوديه الجزائر 2-1. ده الانتصار الوحيد. وفي قبل كده برضو في افريقيا الوسطى فريق اولمبيك اللي هو كسبوه، اتعادلوا معاهم بره ملعبهم 0-0، وخسروا من ادونا ستارز الغاني بره ملعبهم 1-0. فدي مشوارهم، هم ما كسبوش ولا مره بره ملعبهم في البطوله في ال6 مباريات الا ماتش واحد. صحيح. ماتش واحد كان مع فريق جزائري زيهم، فده بيبقى ديربي. فما بيتقيمش قوي ان هم كسبوا بره ملعبهم لان ده ديربي كان مولوديه الجزائر، لكن باقي الماتشات ال5 الباقيين ما يقدروش ان هم يكسبوا. فدي برضو تدي نوع من التفاؤل ان شاء الله للنادي الاهلي ان الفريق ده مش مميز قوي بره ملعبه. طيب خلينا نروح لموقف الفريقين في جدول المجموعه الاولى، موقف النادي الاهلي والفريق الجزائري وفاق سطيف الجزائري. النادي الاهلي لعب 6 مباريات، فاز في 4، تعادل في مباراه، خسر مباراه، ل9 اهداف عليه 5، الفرق 4 اهداف والنقاط 13 نقطه. موقف بقى وفاق سطيف الجزائري لعب برضو 6 مباريات، فاز في مبارتين بينما فاز النادي الاهلي في 4 مباريات، تعادل في مبارتين بينما تعادل النادي الاهلي في مباراه واحده، خسر في لقاءين بينما خسر النادي الاهلي في لقاء واحد بس. بالنسبه للاهداف ليه 7 اهداف النادي الاهلي زي ما قلنا، 9 اهداف عليه 9 اهداف النادي الاهلي 5، الفرق ما بين الاهداف هنا بالسالب هدفين، والنادي الاهلي الفارق 4 اهداف هنا، النقاط 8 نقاط لوفاق سطيف، 13 نقطه للنادي الاهلي. الفرقتين كان بدايتهم متعثره، الاهلي في بدايته اول ماتشين كان مع كابتن حسام البدري في الولايه اللي هي اول مباراتين كان النادي الاهلي الاخير على المجموعه، جه كارتيرون انتشل الكلام ده وطلع وتصدر المجموعه وكسب 4 مباريات وتصدر المجموعه، النادي الاهلي ب 13 نقطه وقدر ان هو يرجع، لكن فريقه فوكس ستيف كانت بدايته سيئه جدا، ولكن هو قدر عشان يعني كسب اتحاد الجزائر بره ملعبه فقدر يرجع تاني، ده اللي رجعه للفرق، لكن وفاق ستيف كان لغايه اخر مباراه ما كانش هيصعد. فده يعني واضح ان ايه في تذبذب شويه في مستواهم، او ان هو مروا بمراحل، اول كان في دور المجموعات صعدوا بالعافيه، بعد كده برضه حتى مباراه الوداد في نسبه حظ بصراحه معاهم. صحيح. طيب خلينا نتكلم عن الاداره الفنيه للفريقين، عن كارتيرون وفلسفته وطريقته في طريقه لعبه في اللقاءات يعني اللي فاتت في دوري ابطال افريقيا، وعلى الجانب الاخر للمدير الفني لوفاق سطيف. تمام. بالنسبه لكارتيرون طريقه لعبه يمكن هو مختلفه شويه، لو عملنا مقارنه ما بين كارتيرون وما بين كابتن حسام البدري من ناحيه التكتيك او الاسلوب، كابتن حسام البدري كان بيستخدم ايه؟ لعب الاستحواذ، التمرير القصير، التحرك بدون كوره. كارتيرون العكس، بيستخدم اسلوب اللعب المباشر، انا عايز اول كلو سواء كلوبالي او ايمن اشرف، عشان كده ايمن اشرف هينفع قوي معاهم في في الحاله دلوقتي يعني مع النادي الاهلي هينفع قوي في التمرير الطولي. ان ده ليه؟ لان كارتيرون بيحب جدا التمرير الطولي اللعب المباشر، فايمن اشرف مميز بالحته دي، عشان كده انا وجهه نظري ايمن اشرف جنب كلوبالي ثنائيه احسن ثنائيه دلوقتي موجوده في النادي الاهلي. سليف كلوبالي الطول الميزه، وايمن اشرف حته التحضير والتمرير الطولي مميز بيها قوي، ولاعيب راجل جدا، لعيب مقاتل ايمن اشرف ده، فيعني الثنائيه دي مميزه قوي. ده اسلوب لعب مين؟ كارتيرون، اللي هو اللعب المباشر، ان انا بلعب تمرير طولي دايما لقدام واحاول ان انا ايه العب على الاطراف. النقطه الثانيه ان انا بلعب على الاطراف، كارتيرون بيلعب على الاطراف، بيعمل كرات عرضيه دايما، بيعتمد على الكرات العرضيه، عكس كابتن حسام البدري كان بيعتمد على الاستحواذ. كارتيرون مدرب نقدر نقول عليه دفاعيا قوي، دفاعيا مميز مش قوي. ليه؟ في ال 13 مباراه اللي لعبهم مع النادي الاهلي حافظ على نظافه شباكه 10 مباريات. صحيح. عكس برضه كابتن حسام، فايه فلا كارتيرون مميز قوي دفاعي، كارتيرون كمان تغييراته من احسن المدربين اللي شفتها بتغير في النادي الاهلي. تغييراته دايما في الجون، دايما تلاقيه عنده تغييره صلاح محسن، تغييره مثلا كانت ايمن اشرف لما بينزله. فكارتيرون قرايته للملعب، مدرب متمرس افريقيا، عنده خبرات دوري ابطال افريقيا في مباراه النوك اوت. كارتيرون بصراحه لا يعني انا عندي ثقه بصراحه في الكارتيرون ان هو يقدر يحصل على دوري ابطال افريقيا بفضل هذا الرجل، الراجل ده تكتيكيا عالي قوي، معاه قايمه كويسه برده، معاه كذا لاعب بيدي الثقه، بيدي الفرص، برده العقوبه اللي خدها ناصر ماهر والنهارده بيرجع، العقوبه اللي كان اخدها برده درس لاي واحد ان ده راجل لما عمل ولعب مباراه خماسي اخد عقوبه، ودايما النادي الاهلي ومبادئه موجوده رغم ان اللاعب ده ذو اهميه كبيره ولكن تم ايقافه، فدي حاجه مهمه جدا. كارتيرون من الناس اللي بتدي فرص،
برضه حته الانسجام اللي كنا بنقول لازم اللاعب ينسجم ومش عارف ايه. كارتيرون جه اول ما جه كولوبالي هوب لعبه اول ماتش على طول، الراجل سجل، الراجل اثبت ان ده صفقه ممتازه. صحيح. فده دي برضه نقطه مهمه جدا، دي من الفرق الحاجات مقارنه كده على السريع ما بين كابتن حسام وما بين كارتيرون. لا كارتيرون مدرب يديكي شخصيه، عامل شخصيه للنادي الاهلي، مدرب اي مدرب منافس يقلق منه، لان الراجل ده اخذ مع مازيمبي دوري ابطال افريقيا، درب منتخب مالي، عنده خبرات افريقيه كويسه جدا. فكارتيرون لا بصراحه يعني انا ان شاء الله هيحصل السنه دي على دوري ابطال افريقيا. طيب من وجهه نظرك ازاي كارتيرون في اللقاء النهارده، لقائه في الصيف الجزائري مع النادي الاهلي على ملعب السلام، ازاي يامن نفسه بنتيجه عشان طبعا اللقاء القادم؟ طبعا اول حاجه اهم حاجه النهارده ما يجيش فينا جول. لازم النهارده لازم ما يجيش فينا جون، ما مش عايزين جون مثلا، الحفاظ على نظافه الشباك، ما نتعكننش بجون، دي مهمه قوي. ليه؟ لو جه في الجون هنفضل مقلقين، لو النتيجه مثلا خلصت 3-1 تفضل مقلق ان هم هناك 2-0 قادرين. فالاهم حاجه بالنسبه لنا ان انت على ملعبك ما يجيش في الجون، دي اهم حاجه. فالدفاع وحراسه المرمى عليهم النهارده حمل كبير جدا، لان خاصه في مباراه الذهاب دايما للذهاب لو شباكك فيها نظيفه حتى لو 0-0 النادي الاهلي يقدر هناك يروح يسجل. صحيح. يقدر هناك يكسب 1-0. فدايما حفاظ على نظافه شباكك اهم حاجه، ما يجيش في الجون. هتهاجم بس بحذر، لازم يكون في سنه حذر، يكون حذر من الهجمات المرتده سواء جابه سواء غشه او الحبيب بكلمونه الثلاثه اللي قدام. وعلى فكره عندهم برضو لعيب اسمه اكرم جحنيت. اكرم جحنيت ده لعيب مميز بلعب الضربات الثابته، بيستخدمه كبديل لحسام الدين غشه، لعيب مميز قوي برضو، يعني لعيب بكل دور. ولكن الفرق ايه ما بين اكرم جحنيت وما بين غشه؟ غشه لعيب زي مؤمن زكريا، لعيب بتحتاجه في المباريات اللي بره ملعبه. ليه؟ لان هو لعيب تكتيكيا عالي قوي، لعيب بيرجع يساند في الحاله الدفاعيه، فده ده ميزه غشه. عكس اكرم جحنيت، اكرم جحنيت مميز هجوميا، عنده حته ايه ان انا بلعب عرضيات بخترق للعمق، ولكن اكرم جحنيت انا شفت له عامل تقريبا 3 اسيست في دور المجموعات. فلعيب لا اكرم جحنيت لعيب مهم جدا، فده يفرق. برضه من الحاجات المميزه عندهم برضه عندهم لعيب اسمه اسلام بكير، برضه من اللعيبه اللي بتنزل، ده بديل عبد المؤمن جابه. دي من ابرز الحاجات. ولكن برضو في نقطه ما ينفعش ننساها، ايه هي؟ نقطه الاسكواد، عدد الاسكواد، عدد اللعيبه المسجله في قائمه وفاق الصيف اللي معاهم 16 لعيب بس، هم بيكملوا القائمه بحراس مرمى. فدي نقطه مهمه ان هم ما عندهمش دكه، يعني هم عندهم حوالي 3 او 2 لعيبه. لو لعيب النهارده توقف، لو لعيب النهارده توقف او اخذ انذار او لعيب اتصاب، عندهم ازمه، هيبقى عندهم ازمه ان هم ما عندهمش دكه. عكس النادي الاهلي، انت بيتصاب منك ولكن عندك قايمه، عندك سكواد بتدخل بيه، عندك فريقين. فدي دي نقطه مهمه، هم وفاق ستيف بيكملوا القايمه بالحراس المرمى، فدي تفرق، نقطه مهمه جدا. دي من الحاجات المهمه جدا يعني. صحيح. طيب احنا معانا دلوقتي استاذ احمد فراج الناقد الرياضي من استاد السلام. مساء الخير على حضرتك. الخير عليك يا شيماء، وبرحب بيكي وكل متابعي قناه الاهلي. عايزين نعرف من حضرتك الاجواء والاستعدادات الخاصه بمباراه النادي الاهلي وفاق سطيف النهارده من استاد السلام. ممكن اكلمك الاول على الاجواء التنظيميه. الاجواء التنظيميه ماشيه بشكل كويس جدا، من باب التامين ماشي بشكل كويس جدا، لان مفيش جمهور اصلا النهارده قرب او دخل في محيط ملعب السلام، لان اكيد انت تابعتي قرار الامن. طيب بالنسبه لاعضاء النادي الاهلي اللي مسموح لهم ان هم يحضروا اللقاء ب 10,000 عضو من اعضاء النادي الاهلي، هل في توافد من اعضاء النادي الاهلي ولا لا؟ حتى الان التوافد ممكن يكون يعني يتعدى على صوابع الايد الواحده، ده ممكن يكون برضو السبب ان التذاكر اللي كانت بتتختم في الجهات المختصة وصلت متأخر جدا لمقر النادي الأهلي النهارده الصبح، وده ممكن يكون سبب يعني تأخر حتى في الأعضاء الراغبين إن هم يحصلوا على تذاكر، فضلا عن إن جمهور الأهلي الفئة الأكبر منه ممكن ما تبقاش من أعضاء النادي، وفقا لإن أنت بتدوري على 8500 تذكرة، الأمن سمح إنها تتباع. لو هتحددي فئة الأعضاء فيها هتبقى أقل شوية من فئة الجمهور الطبيعي اللي هو بيروح يحضر المباريات. هل في أي ملامح للتشكيل الخاص بالنادي الأهلي أو بوفاق سطيف ظهرت لحد دلوقتي؟ هو لحد دلوقتي يعني بشكل رسمي لا صعب، بس ممكن من خلال المتابعة خلال الأيام اللي فاتت وخلال التدريبات اللي فاتت اللي قادها باتريك كارترون المدير الفني للنادي الأهلي ممكن ما يكونش في مفاجآت كتير، بالعكس هو ممكن يرجع لاخر تشكيل لعب فيه امام رويال الغيني في القاهره، اللي هو محمد الشناوي، سليف كوليبالي، وايمن اشرف، لغياب سعد سمير طبعا، ايمن اشرف هيلعب مساك،
وعلي معلول واحمد فتحي، هشام محمد وحسام عاشور، وليد سليمان في خط النص وجنبه اثنين اسلام محارب واحمد حمودي وليد ازارو. كانت يعني مجرد ساعه من دلوقتي او ساعه ونص ممكن التشكيل يطلع بشكل رسمي ونهائي ويبقى باين قدام الجمهور. امتى متوقع يوصلوا الفريقين للملعب؟ هو الاهلي يعني وفقا للاجتماع الفني بتاع امبارح اللي حضروا مسؤولي الفريقين من الاهلي وفاق الصيف، فالمقرر والمحدد ان الفريقين يوصلوا الساعه 7 بالظبط قبل المباراه بساعتين. بساعتين بالظبط. شكرا ليك جدا استاذ احمد فراج الناقد الرياضي من استاد السلام، الاستاد اللي هيقام عليه النهارده لقاء النادي الاهلي وفاق سطيف في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. نرجع تاني بقى للدكتور احمد ثابت، شايف التشكيل الامثل هيكون ايه النهارده بالنسبه للنادي الاهلي؟ بالنسبه للنادي الاهلي اعتقد هتبقى 4-2-3-1. محمد الشناوي القلبين الدفاع طبعا ايمن اشرف وكوليبالي، ما فيش غيرهم. صحيح. انت طبعا باك يمين الاثنين اللي بيميزوا النادي الاهلي سواء فتحي او معلول مهمين قوي. عندك الاثنين الارتكاز عاشور وهشام محمد برضو ما فيش غيرهم تقريبا. ماشي. قدام هيلعب في المركز البلاي ميكر مميز قوي هو في الفتره الاخيره وليد سليمان، ولسه واخد لعيب الشهر. وليد سليمان عنده ميزه يمكن في المكان ده منجحها شويه، ايه يمكن بقى لنا فتره ما شفناش صانع العاب في النادي الاهلي الا وليد سليمان نجح فيه. وليد سليمان مستوى ايه؟ ان هو بيعرف يستلم ما في المساحات ما بين الخطوط دي. عنده الميزه دي، بيعرف يستلم صح، بيعرف ياخد فاولات، لعيب من الناس اللي هي بتحط جسمها صح، حتى لو رقص واحد تلاقيه وقع اخد فاول، دي ميزه. سحبت الفريق كله معاك اللي قدام. صحيح. قلبت مثلا صحيح. بضربه حره للنادي الاهلي. وليد صحيح. سليمان في الحته دي مميز قوي، حتى في المباراه اللي بتاعت الحريه صنع هدفين في المركز ده. حمودي ناحيه اليمين ومحارب وازارو. الفرق بقى هنا هيبقى ايه؟ يعني ممكن بعض الناس تقول لك ابدا بمحارب مثلا على عدلته، بعض الاراء يعني الراي الاول ممكن يقول ابدا بمحارب على عدلته ناحيه اليمين بحيث ان هو ناحيه اليمين بينتج اكتر. وابدا بمؤمن زكريا. ليه؟ لان مؤمن زكريا بيدخل للعمق اكتر، دفاعيا مميز، دي رقم واحد. رقم اثنين بيدخل للعمق وبالتالي هيبقى في مساحه خاليه لعلي معلول يقدر يجري فيها وينطلق ويعمل عرضيه. صحيح. عكس محارب لو لعبته في الناحيه دي بيعمل بلوك قدام معلول، الاثنين بيلعبوا برجلهم الشمال فبتحصل بلوك. عكس لو لعبت مؤمن زكريا محارب الناحيه الثانيه بيبقى احسن لما يلعب ناحيه اليمين، بيدخل للعمق وبيلعب برجله الشمال وتلاقيه داخل لجوه فبيبقى مميز اكتر. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان ممكن حمودي يبدا، وده الاقرب ان حمودي يبدا ناحيه اليمين ومحارب يبدا ناحيه الشمال. انا بصراحه مع الراي المحارب، محارب يبدا ناحيه اليمين ومؤمن الناحيه الثانيه. ليه؟ لان حمودي حتى لو يعني بقاله فتره مش في حالته. حمودي لعيب مهاري قوي، حتى الجون اللي جابه في مباراه حريه راح ورقص واحد على واحد ولعب كره عرضيه، ولكن انا وجهه نظري مؤمن في مباراه زي دي، مؤمن خبراته اعلى في افريقيا بيبان اكتر في دوري ابطال افريقيا، يقدر يعمل الاوفرلاب مع علي معلول ويعمل انطلاق لعلي معلول، يقدر يساند معلول دفاعيا. برضو محارب مميز جدا في الدور الدفاعي، ومحارب بيبقى الناحيه الثانيه بيبقى مميز لما بيبقى على عدلته وبينطلق للعمق وبيشوط. محارب كمان من احسن الناس من وجهه نظري اللي عندها فينش دايما. المحارب لما بيبقى رايح انفراد او بيبقى بتاكد ان الكره جون. ليه؟ محارب لعيب الفينش بتاعه كويس جدا، عكس اي لعيب تاني لما بيبقى رايح بيبقى الجمهور مش واثق قوي مثلا، لكن محارب من احسن اللعيبه اللي عندها فينش. قدام طبعا ازارو لا خلاف عليه، واحد من الناس اللي هتتعب ان شاء الله قلبين الدفاع عندهم من ناحيه السرعات، من ناحيه الشراسه، من ناحيه الضغط العالي. الفرقه دي لما بتعملي ضغط عليها عالي بترتبك كتير. وليد ازارو مهم قوي ان هو يستغل المساحه اللي ورا الاثنين المساكين. وما ننساش الاوراق اللي هتبقى موجوده على الدكه، اوراق مهمه. صلاح محسن ده أكيد. احسن مهاجم في مصر حاليا من في المنتخب مصر، يعني مهاجم مصر الاول حاليا صلاح محسن. صحيح. لما ينزل الشوط الثاني بالخبرات بدا ان هو يكون فعاليه اكتر، يروح على الجون، تحركاته بدون كوره بينزل، بيبقى الناس كلها مركزه مع ازارو. ازارو بيبقى خلاص يعني ايه، عامل ضغط عليهم رهيب، فبيبقى كل تركيز المدافعين مع ازارو. لما بيجي بقى صلاح محسن بيبقى غير مراقب، زي الكره اللي جت جون اللي هي صلاح محسن جابها جون، كان كل الناس مركزه مع ازارو، لما اتحرك صلاح محسن كان فاضي. فدي بيبقى برضو الناس بدنيا حتى نقطه. ليه؟ لان احنا قلنا في نقاط الضعف ان هم بعد الدقيقه 75 بدنيا بيقعوا. صحيح. وبالتالي التغييرات والاوراق الرابحه ان انت تكون كارتيرون يعني متمرس قوي في حته تقسيم الماتش. ان انا اول نص ساعه لازم اجيب هدف، احط اوراق رابحه معايا على الدكه ان انا بحيث ان انا ابدا اغير واستخدمها، لان هم بدنيا بيقعوا. ودي نقطه مهمه جدا في الشوط الثاني.
دكتور احمد ثابت المحلل والصحفي الرياضي ودكتور طبعا نورتنا النهارده في كلام في الميديا، اكيد استمتعنا بوجودك معانا النهارده، لكن للاسف حلقتنا وقتها خلاص انتهى. بشكركم جدا طبعا على حسن المتابعه، واشوفكم بكره باذن الله الساعه 5 مساء في حلقه جديده من كلام في الميديا، وباذن الله النهارده التوفيق والحظ يكون حليف النادي الاهلي في لقائه قصاد وفاق سطيف الجزائري في نص نهائي دوري ابطال افريقيا. اشوفكم بكره ان شاء الله.